انا بمدحن. الليلة ما تبقاش ليلة من غير الذكيرة ودول الأعمام، العم أنون والعم بشاور والعم مشالي والعم منذر، أشهر طفل ذكير فيك يا مصر. كل واحد جاي النهاردة ومعاه فريقه للمشاركة والمنافسة في ليلة ولاد الرنان، والمشايخ والجمهور هم الحكم. النهاردة في حضرة وانا ليله مدريس، طبعا مدعين فيها احنا، بدل المتقدم في الشيخ المتقدم هو اللي ماسك المجموعه دي بيجي الدعوه ينزل له هو. تمام والله احنا عندنا مجلس حضره يوم كذا فاضي حيلب الدعوه ياخذ درويش ومحبينه ويتوكل على الله يروح. جاي بضل يخطوا بلديه ومحبينه ومريدينه وعربيته ويتوكل لحد ما يوصل الحضره، ينزلوا اول المجلس ينزلوا كده يطبلوا بالطلبه بتاعتهم والشيخ يمدح قدامهم لحد ما يخش المجلس. بعد ما نخش مجلس المدير تمام فيها يعني هنا عادات عندي هنا لازم تستبارة تتعشى ده لازم كرم بقى. يعني انتوا بتجوا من اماكن متفرقة تمام. انت منين اصلا يا نون؟ هكلم النون بس شويه عشان ده نجم الذكيره. انت منين اصلا في الاساس؟ انا عندك كمون بالكجو. ده على بعد مثلا حوالي ساعتين ثلاثة مثلا. ثلاث ساعات كده. ثلاث ساعات انت جاي المشوار ده كله عشان النهارده الذكر مدعي. الداعيينك ولاد الرنان. ولاد الرنان. بدا من امتى حكايه الذكر معاك اصلا؟ يعني كده من 15 سنه بس. ده قليلين. قليلين يعني قلب شويه الدنيا يعني. طبعا نجيب حبايبنا العم بحبايب ماسك الدنيا دي حبايبه نلتقي في الليله. طبعا بعد كده نحضر الليله وكل واحد يتنادى عاد باسمه. يتنادى باسمه. باسمه اسم البلد ولا اسم البلد. على مجلس الذكر. طبعا بيكون قدامي يعني جماعة من البلد التانين يعني. التنافس. تنافس. وانت من الناس اللي بتكسب ولا ايه ظروفك؟ لا الحمد لله بكسب. لا. مباراة حظ. تمام. انت ليك حركاتك بتاعتك؟ بتاعتك انت؟ بتاعتي. زي ايه مثلا؟ والله مثلا زي كده. دي التشبيكة دي. التشبيكة مثلا كده. تمام. او مثلا كده. او مثلا ننزل تحت شوية نطلع فوق شوية. التشبيكة دي معناها ايه اصلا؟ دي اختراعك ولا هي موجودة في الطريقة؟ لا دي من الاساس. دي من الاساس. يعني وممكن ناخدها من العمام برضو. شاهد يقول لك عليها برضو. ناخدها برضو. تمام. نعملها.